أقمصة منتخب كوت ديفوار البلد المستضيف لكأس أمم إفريقيا تلقى اهتماما من قبل أنصار المنتخب الوطني الجزائري لاقتنائها كذكرى عن حضورهم هنا لمشاهدة الحدث القاري. وفي جولة عبر السوق اليومي لمدينة يامسوكرو يبحث هذا المناصر الجزائري وآخرون على أقمصة تكون بنوعية رفيعة وسعر مناسب. سوفونير مهمين، الحدث هو كأس أمم إفريقيا، اوتوماتيكمون تيشيرت سي الحاجة الأولى اللي تخمم تشريها. ألوغ جينا نشوفوا لي بري راهم مختلفين، شوية شاعرين سيرتو مع ليفينمون باسكو الحدث، قالوا لنا زيدوا يهبطوا، حنا ما سميناش رانا شرينا. كاين لي مايو تاع الكوت ديفوار لي بري تاعهم لاباس الحمد لله، تسمى بارابور كي دير الشونج للدزاير وكذا تلقى بري ريزونابل، فهم تيسي تاعهم شباب وكاين فيهم لي كاليتي. وتزامنا مع الحدث حول الكثير من التجار والحرفيين نشاطاتهم لتوفير وخياطة بعض رايات الدول المشاركة. نحن في الأجواء الكان قبل 13 جانفي، أي قبل بداية الكان. الخياط هنا يخيط الأعلام، هذا علم كوت ديفوار. هناك كثير من الأشخاص يأتون إلى هنا لشراء الأعلام. هناك محل بالقرب من هنا يبيع الأقمشة ونحن نقوم بخياطة أعلام كل البلدان. نحن في أجواء الكان ونعيش الكان. هذا خصيصا لكان 2023. أنا بصدد القيام بخياطة أعلام السنغال. الأجواء الكروية المتزامنة مع الكان جعلت الإيفواريين يتنفسون الكرة، وجعلت أيضا الأنصار الحاضرين من مختلف الدول المشاركة يصنعون الفرجة في الأسواق والشوارع وسط انتشار بيع الأقمصة والرايات وكل ما يتعلق بالتشجيع في المدرجات.